على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، السيسي يشيد ببسالة رجال الشرطة المصرية بمواجهة الإرهاب. Three vaccines have already started clinical trials. More than 70 others are in development. And تيدروس أدهانوم يقول إن اختبارات سريرية تجري حاليا على 3 لقاحات لعلاج فيروس كورونا. The battle continues, but the data suggests that nationwide we have passed the peak on new cases. على الرغم من تسجيل بلاده أعلى حصيلة وفيات يومية، ترامب يرجح أن تكون بلاده اجتازت ذروة تفشي وباء كورونا. مرحبا بكم في نشرة أخبار السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، ومنها نبدأ حيث أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببسالة رجال الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن الدولة المصرية قادرة على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين رغم كل التحديات. في سياق متصل، قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة رجال شرطة البواسل الذين كانوا قد أصيبوا بجراح في عملية إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة استشهد فيها أيضا المقدم محمد الحوفي. وكان رجال الشرطة المصرية البواسل قد تمكنوا من قتل 7 إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عدد من الأعمال الإجرامية. أجرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بوفاء مهنا والدة الشهيد محمد الحوفي الذي لقي ربه بطلا من أجل مصر وأمنها. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنها تفتخر بالشهيد محمد الحوفي وتفتخر بكل الشهداء الأبرار الذين يقدمون التضحيات ويحاربون الإرهاب الغاشم بكل شرف وبطولة. في القاهرة أيضا أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه تم الأربعاء تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 5 حالات وفاة. بلغ عدد إصابات اليوم 155 إصابة، يصبح العدد الإجمالي للإصابات في مصر 2505، بينما بلغ عدد وفيات اليوم 5 حالات وفاة. بلغ عدد الحالات التي تم شفائها 39 حالة، وبذلك يصل عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل إلى 553 حالة، من أصل 751 تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية. في سياق متصل، قال الدكتور محمد شوقي مساعد وزير الصحة والسكان لمراسل قناة النيل محمد حلمي عقب وصول طائرة صينية تحمل مستلزمات طبية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا لمطار القاهرة الدولي، قال إن هذه الطائرة تحمل تجهيزات طبية كثيرة من بينها 10,000 كاشف للحمض النووي لفيروس كورونا. جاء وصول أول طائرة صينية تحمل شحنات طبية ومستلزمات وقائية لمطار القاهرة الدولي، تجسيدا للروابط والعلاقات القوية بين مصر والصين وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. فدولة الصين الشعبية من الدول التي خاضت تجربة ناجحة لمواجهة فيروس كورونا وفقا للإجراءات الاحترازية التي طبقت لما أقرته منظمة الصحة العالمية. نحن نشكر الحكومة المصرية كأول الدول التي ساعدت الصين في محنتها خلال مواجهة فيروس كورونا. الرئيس الصيني أبدى استعداد الصين لتقديم ما لديها من خبرات ومعلومات ونتائج بحثية ووسائل تقنية، إضافة إلى المساعدات الطبية قدر الإمكان ردا للجميل. شحنت المساعدات الصينية تشمل مستلزمات طبية ووقائية وكواشف سريعة PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، والتي تأتي ردا للجميل لما قامت به مصر كأولى الدول في مساعدة الصين خلال تفاقم أزمة كورونا وتزايد أعداد المصابين بها. الشحنة عبارة عن 20,000 ماسك N95 عالي كفاءة، 10,000 طقم وقيات كاملة، ملابس كاملة، 10,000 كاشف لحمض نووي، بحوالي إجمالي 4 طن هدية من
دولة الصين لدولة مصر تأديلا لمصر وشعب مصر وحكومة مصر، ودي علاقات وطيدة وصداقة متينة جدا بين الدولتين. أنا بشكره وبحييه عليها تماما، وهم وعدونا أن في شحنات أخرى إضافية جاية بعد كده، ومعالي الوزيرة لما كانت هناك مدوها بتقنيات فنية وخبرات سابقة للمرحلة السادسة من مكافحة فيروس كورونا. ففي تعاون مثمر وبناء جدا، وده حجم بلدنا وتقدير بلدنا، الناس بتعاملنا على قد حجم مصر وتقدير مصر. مصر في فرحة شديدة بتعاون الصين اللي مش أول مرة زي ما قلت لحضرتك، يعني العلاقات ممتدة، وإن شاء الله نجتاز الأزمة. وهذه الأزمة أو هذه الظروف الاستثنائية أوضحت تضافر كل البلدان الأصدقاء زينا مع الصين، وإحنا يعني بنوصل رسالة لكل دول العالم وكل شعوب العالم إن الصديق وقت الضيق، كلنا مع بعض إن شاء الله نجتاز الأزمة دي. وصول طائرة مساعدات صينية تحمل شحنات طبية ومستلزمات وقائية هو انعكاس طبيعي للعلاقات الوطيدة بين البلدين للوقوف جنبا إلى جنب لمواجهة فيروس كورونا. من مطار القاهرة الدولي، محمد حلمي، النيل. في تصريحات خاصة لقناة النيل، أشاد جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بالإجراءات الاحترازية المصرية لمواجهة فيروس كورونا. Very important message that also WHO stresses about. أشيد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، حيث استطاع بفضل الإجراءات التي وجه بتنفيذها في مصر السيطرة على الموقف وكبح جماح هذا الخطر من الانتشار. ولقد كان لرؤيته الثاقبة أبلغ الأثر في درء المخاطر التي كانت ستهدد حياة المصريين، كما أشيد بجهود الحكومة المصرية التي اتخذت كافة التدابير الاحترازية اللازمة وفقا للمعايير الدولية المتبعة في مثل هذه الأزمة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية التي أعلنت بدورها عن ثقتها في الإجراءات المتبعة. فالرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال عمله المتواصل استطاع خلال المرحلة الماضية إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي كان لها أبلغ الأثر في تدعيم المنظومة الصحية في مصر، خاصة مبادرة 100 مليون صحة. ولأول مرة أرى رئيسا يرعى شعبه، وأنا على تنسيق يومي ودائم مع وزيرة الصحة، وقد نجحنا معا. وهناك جسور من الثقة بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، فلقد دعمنا الحكومة المصرية منذ اليوم الأول لمجابهة هذا الوباء العالمي. وأؤكد هنا على دور القوات المسلحة الذي وضح جليا في جهودها التي قامت بها وما زالت لتطهير وتعقيم كافة الوزارات والجامعات والمدارس والشوارع على مستوى محافظات الجمهورية لدرء انتشار هذا الفيروس. واصلت هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة المصرية تنفيذ خطة القيادة العامة لتوفير وتوزيع الماسكات الطبية لمكافحة فيروس كورونا على المواطنين مجانا بعدد من مواقع القاهرة. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. وسائل النقل كلها، أنا بطمنت على السكة الحديد وعلى المترو، لكن كمان عايز أطمن على أن احنا بمعدلات عالية كل وسائل النقل اللي بتستخدمها سواء للدولة أو للمواطنين يكون بيهتم فيها تطهير وتعقيم، وده دور الدولة والجيش. عبء كبير، لكن احنا لازم هنبذل هذا الجهد. الكمامات، الأمر لو محتاج إن احنا نوزع هذه الكمامات نوزعها من غير تكلفة خالص. استمرارا لجهود القوات المسلحة في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في ضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة المواطن المصري. واصلت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة في توفير وتوزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانا، حيث قامت عناصر القوات المسلحة بتوزيع الماسكات الطبية بمواقف النقل الجامعي بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة، بالإضافة
إلى صنمو المجمع الجلاء، حيث يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل يومي. يعني أنا شايفة القوات المسلحة في كل مكان، مش سايبة أي حد من مكانه اللي ما معتنية بيه ومحافظة عليه بصراحة. حاجة كويسة جدا طبعا، لأن الكمامات دي طبعا غالية والناس فيه ناس كتير ما تقدرش عليها، ودي حاجة كويسة أنها تتوزع ببلاش ومجاني. يعني ما يبقى رئيس الجمهورية شاغل باله وكل همه الشعب، يبقى ده يشكر لأنه واحد من الشعب. طبعا في ناس كتيرة ما تقدرش ان هي على موضوع الكمامات ديت ان هو يجيبها كل يوم، فدي مبادرة جميلة جدا من السيد الرئيس ومن القوات المسلحة اللي قايمة بدورها على أكمل وجه. دور القوات المسلحة ده تاج على كل مصري يلبسه على دماغه، لأنه هي الدرع بتاعنا والسند بتاعنا، ونطلب من الله السميع العليم يعدل الأزمة دي ويرفع الغمة عن الأمة ويحفظ ولادنا فهو خير الحافظين. وزعوا لنا الكمامات بدون مقابل مادي. الكمامة دي دلوقتي متاحة ان الجيش في كل مكان، في المترو، في المواصلات العامة بوزعها. وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أكبر عدد من المواطنين، وتلقينهم لمدى أهميتها وطريقة استخدامها، وحثهم على البعد عن التزاحم بوسائل المواصلات المختلفة لتوفير المناخ الآمن والصحي للمواطنين. وأشاد المواطنون بالجهود المبذولة من القوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن توزيع أعداد كبيرة من الماسكات الطبية في كافة الأماكن ذات التجمع الكثيف من المواطنين، حفاظا على صحة وسلامة أبناء الشعب المصري. بصراحة اللي أنا شفته، أنا كنت فاكرة أنه كلام، لكن بعد ما شفت بعيني أنا بأمانة في ذهول. الجيش ربنا يباركه، ربنا يخليه، إحنا في أمان، واللي بتعملوه معنا ما حدش عمله، ربنا يخليكوا بجد. شعوري في منتهى السعادة أن الرئيس قلبه علينا وبيحبنا وعايز يحافظ علينا، عايز يحافظ على الدولة، وعايز يحافظ على الناس، عايز يحافظ على شعبه. بنطلع على العالم كله وأخبار العالم كلها، ما شفناش راجل زي ده بيحب شعبه، بيحب بلده. في الأزمة اللي احنا فيها الاقتصادية، الراجل ده حابب بلده، ده ابن مصر فعلا. يأتي ذلك في إطار تضافر كافة الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة لدعم باقي أجهزة الدولة المختلفة للتغلب على كافة التحديات والمصاعب التي تواجه الدولة في هذه المرحلة. في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحملات تعقيم وتطهير مستمرة بعدد من محطات توليد وإنتاج الكهرباء، من بينها محطة التبين. واصلت وزارة الكهرباء والطاقة جهودها بحزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وفي محطة التبين لتوليد وإنتاج الكهرباء شهدت عمليات تطهير وتعقيم واسعة لمواجهة تلك المخاطر. بدأنا في عمليات التطهير وتوفير كمامات وأطقم جاهزة للتطهير المباني الإدارية والمحطات والشوارع جوه كل محطة. وبدأنا منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء تنفيذ كل الزملاء اللي عاملين في شركة الكهرباء القاهرة اللي عندهم أمراض مزمنة قعدناهم في البيت. بدأنا التخفيف العمالة، قلنا برضو عدد العمالة اللي موجودة مع الحفاظ على كفاءة العمل وأداء العمل بنفس الكفاءة بتاعته اللي احنا ماشيين عليها كاملة، كنا عددنا كامل. طبعا فيها تحميل زيادة، بس طبعا المهندسين في الكهرباء كلهم بالكامل بالمديرين عموم بتوعهم هم على مستوى المسؤولية فعلا ان هم قادرين يسيطروا على الوضع الموجود معانا، والحمد لله ماشيين بالإجراءات ملتزمين بالتعليمات تماما. نبتدي نعمل تعقيم دوري لجميع الأماكن في المحطة، أوتوبيسات المحطة اللي هو بتجيب العاملين بتتنقلهم بتتعقم، الشوارع بتتعقم، الأسطح اللي هي موجودة ملامسة لليها العاملين بتتعقم. خطط متكاملة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا ومتابعة دقيقة من خلال غرفة التحكم والمراقبة التي تعمل على مدار 24 ساعة بمحطة التبين لتوليد الكهرباء لرصد الأعطال وحلها على الفور. عملنا نشرة بطرق الوقاية الأولية للعاملين للموقع والشركة، وبعد كده طبعا قدرنا نوفر الكمامات والجلافز الخاصة بالعاملين أثناء أداء العمل بتاعهم.
وفي نفس الوقت قمنا بجميع عمليات زياده في الوقايه، عمليات تطهير داخل موقع المحطه. الاجراءات الاحترازيه اللي احنا اتخذناها، احنا كنا شغالين 3 ورادي، كل شيفت كان 8 ساعات. اول خطوه عملناها ان احنا خلينا كل شيفت 12 ساعه بحيث نقلل عدد حضور الناس اللي جايه، يجي مرتين يعني ورديتين بس اللي يجوا بدل 3 ورادي في اليوم. والاجراء اللي بعد كده سواء ان شاء الله اللي ممكن نتخذه ان احنا ممكن نشتغل الورديه 24 ساعه. يعد قطاع الكهرباء من اهم القطاعات الحيويه والاستراتيجيه، حيث تحرص الدوله على تطوير منظومه الكهرباء وتحويلها الى مركز اقليمي للطاقه وكسرا لنقل الكهرباء بين دول المنطقه والدول الاوروبيه. حزمه من الاجراءات الوقائيه والاحترازيه لتطهير وتعقيم جميع محطات توليد وانتاج الكهرباء والعاملين فيها للحفاظ على هذا المرفق الحيوي الهام في مصر. من داخل محطة كهرباء تبين، عبد الحميد صقر، النيل. في مدينة جنيف قال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إن اختبارات سريرية تجري حاليا على 3 لقاحات لعلاج فيروس كورونا المستجد. لقد بدأت بالفعل تجارب سريرية على 3 لقاحات، أكثر من 70 لقاحا آخر في طور التطوير، ونعمل مع شركاء لتسريع كل من تطويرها وإنتاجها وتوزيعها. سعيد للإعلان بأن منظمة الصحة اجتمعت بمجموعات من الأطباء للنظر في تأثير أدوية مضادات الالتهاب ونتائج العلاج. في سياق متصل قال مايكل رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، قال إن وضع منظمة الصحة العالمية في موقع الدفاع مثلما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعد فكرة غريبة. إن فكرة أن يكون لدينا دفاع في هذه المرحلة تبدو أكثر من غريبة. وفي الأسابيع الأولى من يناير كانت المنظمة واضحة للغاية ونبهت العالم بشأن الفيروس في 5 يناير، وبدأت النظم حول العالم بما فيها الولايات المتحدة تفعيل أنظمة إدارة الحوادث في 6 يناير. وخلال الأسابيع التالية أصدرنا تحديثات متعددة لدول بما في ذلك إطلاع دول متعددة وعلماء كثيرين حول العالم بشأن الوضع المتطور، وقد تم تحديد هوية الفيروس في 7 يناير. من جانبها قالت سيباتن دياي المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن بلادها تدعم بكل قوة منظمة الصحة العالمية. نأسف لهذا الموقف، نأسف لانشقاق التعددية، ونأمل بقوة أن تعود الأمور إلى نصابها بسرعة كي يتسنى لمنظمة الصحة العالمية أن تواجه جائحة غير مسبوقة مثل كل دول العالم مواصلة العمل بهدوء. في العاصمة الألمانية برلين قال شتيفن زايبرت الناطق باسم الحكومة الألمانية إن بلاده على قناعة بأهمية منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. قلت بالفعل إن الحكومة الألمانية على قناعة بأهمية منظمة الصحة العالمية خلال هذه الجائحة العالمية. نعتقد أنه من المهم ألا تنال منظمة الصحة العالمية الدعم لعملها فحسب، بل والتمويل اللازم أيضا. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه ضربة للجهود العالمية نحو رص الصفوف في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد بعد قراره تجميد تمويل منظمة الصحة العالمية. وقالت تقارير صحفية إن قرار ترامب أثار انتقادات من قادة العالم الذين دعوا إلى التضامن في وجه أزمة اقتصادية كبيرة تسبب بها هذا الوباء. في العاصمة البلجيكية بروكسل طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين دولة الاتحاد الأوروبي بتوخي الحذر في رفع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. أريد أن أؤكد أن هذه ليست إشارة على أنه يمكن رفع تدابير الاحتجاز والاحتواء من الآن فصاعدا، لكن القصد منها
هو توفير إطار لقرارات الدول الأعضاء. بشكل عام نوصي باتباع نهج تدريجي، ينبغي مراقبة كل إجراء بشكل مستمر، ينبغي مراقبته باستمرار سواء نشط الفيروس مرة أخرى أو ظل مستقرا بدرجة معينة. أوروبا بدأت تجني ثمار إجراءات العزل والإغلاق العام باحتواء مرض كوفيد-19 الذي يسبب فيروس كورونا، حيث بدأت حالات الوفيات في التراجع، ما دفع الحكومات للتفكير في رفع تدريجي لهذه الإجراءات وإن تم تمديدها للشهر المقبل. عدد الوفيات في فرنسا ولليوم السابع على التوالي يتراجع، ويتراجع معه للمرة الأولى عدد المرضى بمستشفياتها بفضل إجراءات العزل العام التي مددت حتى الاثنين المقبل. وتدرس ألمانيا تخفيف القيود المفروضة منذ الشهر الماضي على المتاجر اعتبارا من الأسبوع المقبل، لكنها ستمددها على حركة التنقل حتى 3 مايو. وبحثت المستشارة أنجيلا ميركل مع رؤساء وزراء 16 ولاية ألمانية كيفية إجراء ذلك. وها هي إيطاليا أكبر بؤرة للفيروس في أوروبا تسجل تراجعا في كل من حالات الوفيات والإصابة الجديدة. وعند هذه النقطة تحديدا سجلت إيطاليا أدنى عدد من الإصابات الجديدة منذ نحو شهر. وفي إسبانيا يأمل المسؤولون في أن يوفر إجراء المزيد من الاختبارات مؤشرا لأفضل المناطق التي يمكن فيها تخفيف القيود بشكل أكبر بعد تراجع الوفيات بحوالي النصف عن ذروتها مطلع الشهر. وإن لا تزال الإصابات في اتجاه صعودي متخطية 177 ألف حالة، ويبدو أن الفيروس قد وصل لذروته في بريطانيا كما يقول كريس ويتي كبير مستشار الحكومة بالمجال الطبي. وسجلت بريطانيا 761 وفاة إضافية بالفيروس في حصيلة يومية تعكس تراجعا هي الأخرى. حالات تراجع تشير إلى أن لإجراءات العزل العام آثارا إيجابية حتى الآن في الحد من تفشي فيروس كورونا. في العاصمة الفرنسية باريس، كشفت القوات المسلحة الفرنسية أن ثلث أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول يحملون فيروس كورونا المستجد. وتعد شارل ديغول ثاني حاملة طائرات في العالم يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد بعد USS تيودور روزفلت الأمريكية. قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إنه يصلي من أجل المسنين الذين حبستهم الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. نصلي اليوم من أجل المسنين، وخاصة أولئك الذين حبسهم الإغلاق في دور رعاية المسنين. إنهم خائفون ويخشون الموت بمفردهم، ويواجهون هذا الوباء كشيء عدواني. إنهم جذورنا وتاريخنا. في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يبحث اليوم عبر الفيديو كونفرنس مع بقية قادة دول مجموعة السبع سبل مواجهة فيروس كورونا المستجد. وتضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة التي تتولى هذا العام الرئاسة الدورية للمجموعة. في العاصمة الأمريكية واشنطن أيضا، رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون بلاده قد اجتازت ذروة تفشي وباء كورونا. المعركة مستمرة، لكن البيانات تشير إلى أننا على الصعيد الوطني قد تجاوزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة. هذه التطورات المشجعة وضعتنا في موقع قوي جدا لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا. الخميس سيكون يوما عظيما، سنتحدث مع الحكام وستكون لدينا معلومات عن بعض عمليات إعادة فتح الاقتصاد في عدد من الولايات. سنعيد فتح عدد من الولايات، بعض الولايات قبل غيرها. في الواقع بعض الولايات يمكنها أن تعيد فتح اقتصادها قبل موعد الأول من مايو. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق عمل الكونغرس إذا لم يقر مجلس الشيوخ التعيينات التي أرسلها إليه. If the House will not agree to that adjournment, I will exercise my constitutional authority
إذا لم يقر مجلس الشيوخ التعيينات التي أرسلتها إليه، سأمارس صلاحياتي الدستورية في تعليق عمل الكونغرس بمجلسيه. الدستور ينص على آلية تتيح للرئيس إقرار تعيينات في مثل هذه الظروف. يجب على مجلس الشيوخ القيام بواجبه والتصويت على المرشحين، وإلا عليه أن يعلق رسميا كل جلساته بما في ذلك الجلسات الإجرائية لكي أتمكن من القيام بهذه التعيينات. في سياق متصل، سجلت الولايات المتحدة وفاة حوالي 2600 شخص من جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز. وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا أن هذا الوباء حصد خلال 24 ساعة أرواح 2569 شخصاً في الولايات المتحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 28,326 وفاة. عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا تجاوز أكثر من 2500 حالة، وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية، وهو ما يفوق بكثير أعلى عدد وفيات يومية سجل سابقا في 10 أبريل الماضي، وبلغ 2069 حالة. ورغم ارتفاع الوفيات، فإن هناك إشارات خافتة في بعض الأجزاء من البلاد على أن التفشي بدأ في الانحسار. وقال مسؤول أمريكي كبير بقطاع الصحة إن حكام نحو 20 ولاية بها أعداد قليلة من حالات فيروس كورونا يعتقدون أنهم قد يكونوا مستعدين للبدء في إجراءات إعادة تشغيل الأعمال خلال الموعد الذي يستهدفه الرئيس دونالد ترامب في الأول من مايو المقبل. ومن بين الولايات 50 سجلت 17 ولاية إصابات بالفيروس أقل من 100 حالة خلال 24 ساعة الماضية. وقال حكام الولايات الأشد تضررا إن هناك حاجة لإجراء المزيد من الفحوص الواسعة قبل بدء إنهاء إجراءات العزل العام الأمريكية بسبب فيروس كورونا التي أبعدت الملايين عن العمل نتيجة إغلاق المطاعم والأعمال التجارية والمدارس. وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إنه سيجري لسكان الولاية فحص الأجسام المضادة لفيروس كورونا لتحديد من هم سبق له وأن أصيب بالفيروس وباتت لديه مناعة ضده، كما أمر كومو جميع سكان الولاية التي تعد مركز تفشي جائحة كورونا في الولايات المتحدة أمر بإلزامية وضع الكمامات أثناء وجودهم في المتاجر أو في وسائل النقل العام. وبعدما أوقف ترامب تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة بسبب أسلوب تعاملها مع تفشي فيروس كورونا، قال مسؤولون كبار بإدارة ترامب إن الولايات المتحدة قد تعيد توجيه نحو 400 مليون دولار كانت ستدفعها إلى منظمة الصحة العالمية هذا العام إلى جماعات إغاثة أخرى كالصليب الأحمر الدولي. قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي الذي تترأس بلاده مجموعة 20 إنه سوف يتم لمدة عام تعليق خدمة الدين للدين الأكثر فخرا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. صادق الوزراء والمحافظون على خطة مجموعة 20 لمواجهة جائحة كورونا. الخطة تتضمن إجراءات محددة للإبقاء على استمرار التعاون في ظل الأزمة الحالية، والتي ينصب اهتمامنا خلالها على الحفاظ على صمود واستمرارية وتعافي الاقتصاد العالمي، كما تضمنت قراراتنا مبادرة لمجموعة 20 بتعليق ديون الدول الأكثر فقرا، وقد وافقت جميع الدول الدائنة على المشاركة في هذه المبادرة. إصابات ووفيات جديدة سجلتها دول عربية عدة في إطار مواجهتها الحالية مع فيروس كورونا المستجد. ففي السعودية ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 5800 إصابة بعد تسجيل نحو 500 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 79 بعد تسجيل 6 وفيات جديدة. وفي الأردن تحاول السلطات الحد من أي انتشار للوباء عن طريق حث المواطنين والأجانب على عدم إخفاء إصابتهم بالفيروس، وهددت بأن من يخفي إصابته أو مخالطته لمصاب يضع نفسه تحت طائلة القانون. كما قررت السلطات الأردنية تخفيف إجراءات حظر التجوال في المحافظات التي لم تسجل إصابات اعتبارا من الأحد المقبل. وسجل الأردن حتى الآن نحو 400 إصابة وسبع حالات وفاة.
من جهته قرر العراق تمديد حظر التجوال الوقائي لمنع انتشار الفيروس حتى بداية شهر رمضان، على أن يراجع التفاصيل الخاصة بذلك قبل بداية الشهر، وذلك فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 79 وتجاوزت الإصابات 1400. وفي المغرب تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 2000 بعد تسجيل 114 حالة خلال الساعات 24 الأخيرة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 127. أما تونس فقد توقعت الحكومة انكماش الاقتصاد بأكثر من 4.3% هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا على قطاع السياحة بصفة خاصة، فيما سجلت البلاد حتى الآن 780 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و34 وفاة، وفرضت إغلاقا عاما. وفي الجزائر التي تسجل أكبر عدد من الوفيات بسبب كورونا في الدول العربية، حيث وصل العدد إلى 336 حالة، فيما تجاوز عدد المصابين 2100 إصابة. قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتكبوا مؤخرا أعمالا همجية في عدد من مدن غرب ليبيا. عاثوا في سبراتا وصرمان والعجلات وزلطن وكامل هذه المناطق، مناطق آمنة، ناس طيبين، ناس ليست لديهم إلا طموح الحياة بشكل كريم وبشكل طيب، عاثوا فيها فساد، حرقوا المنازل، حرقوا المزارع، سرقوا كل شيء سرقوه، لدرجة أن حتى الضيوف في تلك المنطقة لديهم ممرضة أوكرانية تقريبا تعمل في مستشفى الأورام، قاموا بإنزالها من السيارة وقاموا بسرقة السيارة، سرقوا مئات السيارات من معارض السيارات، سرقوا جميع المحلات، سرقوا جميع المواشي، نوع من الهمج قام بهذه العملية التي تحمل كل بصمات التطرف الذي يقوده أردوغان أمام العالم الآن وأمام المجتمع الدولي الآن. أردوغان يقود في هؤلاء الإرهابيين. أخبار السابعة مستمرة وفيها بعد الفاصل. شاب مصري يبتكر طريقة جديدة لتوعية الأطفال بمخاطر فيروس كورونا. إلى أخبار الاقتصاد، حيث بدأ 450 موقع متنوع بين صوامع وشوان مطورة في استقبال الأقماح الموردة من المزارعين في اليوم الأول لموسم توريد القمح الذي يستمر حتى منتصف يوليو القادم. وتتم عملية تسلم الأقماح من المزارعين وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لعرض الخطوات التي تتم بهدف ربط كارت الفلاح بخدمة ميزة لسداد جميع المدفوعات والإجراءات التي تتخذ في سبيل ذلك. وأكد رئيس الوزراء أن القيادة السياسية تتولى اهتماما كبيرا بسرعة إنجاز هذه المنظومة وتوفير ضمانات نجاحها بهدف التيسير على المزارعين. ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات بما يدعم خطوات التحول الرقمي في شريحة المزارعين وإدماجهم في القطاع الرسمي. أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية يومي الأحد والاثنين المقبلين والموافقين 19 و20 من إبريل الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد القيام المجيد وشم النسيم. وذكر البنك المركزي المصري أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك يوم الثلاثاء الموافق 21 من إبريل الجاري. كما أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل بالبورصة يومي الأحد والاثنين المقبلين على أن تستأنف نشاطها الثلاثاء.
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وسجل سعر صرف الدولار مستوى 15 جنيها و68 قرشا للشراء و15 جنيها و81 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة عادت أسعار الذهب للانخفاض محليا، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر سجل 742 جنيها للجرام. في أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس على القاهرة الكبرى طقس مائل الحرارة نهارا بارد ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة. أما الوجه البحري فيكون معتدل نهارا بارد ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة. آخر أخبارنا من القاهرة أيضا، حيث ابتكر شاب مصري طريقة جديدة لتوعية الأطفال بمخاطر فيروس كورونا المستجد عن طريق ارتداء زي مهرج. هي طريقة مبتكرة ابتدعها شاب مصري بارتدائه زي مهرج لتعليم الأطفال ما هو فيروس كورونا بطريقة ممتعة وكيفية الوقاية منه. أحمد ناصر شاب مصري يبلغ من العمر 22 سنة، قاد مبادرة لمساعدة الأطفال على فهم الفيروس وخطره، فهو يوضح للأطفال كيفية ارتداء القناع وإزالته، كما يقوم بشرح أهمية نظافة اليدين. ناصر وهو أيضا فنان بانتومايم وهو التمثيل الإيمائي الصامت، استخدم خبرته في الأداء للوصول إلى الأطفال، لذلك يرتدي زي المهرج قبل أن يخرج للتحدث معهم. أنا نزلت النهاردة أوعي الأطفال حوالين فيروس كورونا، تمام، وإزاي نتعامل معاه بالاحتياطات اللي وزارة الصحة قالت عليها، وهي أن احنا نغسل إيدينا طبعا كويس جدا ونلبس الماسكات أو الكمامات ونغسل إيدينا كل شوية بالماء والصابون. اخترت ده عن طريق شغلي اللي هو أن أنا بمثل بانتومايم وكلاون وبعمل ده للأطفال لأن هو ده عامل جذب ليهم. يعني يقضي ناصر وقتا ليشرح لكل طفل كيفية اتخاذ احتياطات بينما يأخذون فترات راحة من اللعب معا. فكرة أحمد ناصر لتوعية الأطفال فكرة تطوعية هدفها حماية الأطفال وتوعيتهم من فيروس كورونا المستجد. وعلى الرغم من أنهم قد لا يفهمونه تماما أو يعرفون مدى خطورة الإصابة به، أصبح الأطفال أكثر وعيا بالفيروس، حيث يؤثر على حياتهم اليومية مع إغلاق المدارس وإلغاء الفعاليات والقيود المفروضة على السفر. تتركز نصائح خبراء علم نفس الأطفال على التركيز على طمأنة الأطفال وعلى الخطوات الاستباقية وعلى إجراء أبحاث للإجابة على أسئلة الأطفال بصدق. وختامنا دائما التذكرة بأهم العناوين. على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي السيسي يشيد ببسالة رجال الشرطة المصرية بمواجهة الإرهاب. تيدروس أدهانوم يقول إن اختبارات سريرية تجري حاليا على 3 لقاحات لعلاج فيروس كورونا.
على الرغم من تسجيل بلاده أعلى حصيلة وفيات يومية، ترامب يرجح أن تكون الولايات المتحدة اجتازت ذروة تفشي وباء كورونا. انتهت أخبار السابعة، أشكر لكم حسن المتابعة، وعلى رأس الساعة ألقاكم في موجز جديد لأهم الأنباء. إلى اللقاء.